السلام عليكم ورحمة الله. اليوم رانا 29/9/2018. اليوم موضوع جديد في هذا دليل التشغيل مهم كذلك، وهو عدد لفات محرك. أنا هذا الكتاب قلت لكم استفدت منه كثير، إن شاء الله كذلك أنتم تستفيدوا منه. لا أطيل عليكم، كل الشاحنات تقريبا الشاحنات تجد فيهم هذه الساعة التي فيها عدد لفات محرك، تبدأ 15 15 20 25، ثم تجد هنا في 1000. انظروا هاي هنا كاتبين مينيت في 1000، معناتها دورة في الدقيقة. ومثلوا هذه 5 تضربها في 1000 تصبح 5000، وهذه 10 تضربها في 1000 تصبح 10000، وهذه 15 تضربها في 1000 تصبح 15000، وهذه 20 تضربها في 1000 تصبح 20000، وهذه تصبح 25000. أكتروس والرونو تاع فرنسا وكل تقريب الشاحنات الرافعات تجد فيهم هذا، يبدأ لك باللون الأخضر ثم برتقالي ثم أحمر، معنى ذلك أن دورات المحرك مضغوطة كثيرا أو لا بأس بها، أو إن كانت لا بأس بها تجهد خضراء. الموقع الأخضر هو أحسن موقع، أنك الموقع الأخضر أنك تغير فيه كل حركة التشغيل. هنا الأخضر هذا من 7000 حتى 15000، هذا رقم واحد، هذا من هنا حتى لهنا، هذه 15000. من الأحسن أن كل الحركات تغيرهم في ذلك المكان، لأنه محافظ على البيئة أولا، ومحافظ على المحرك كذلك، ليس في قدرته القصوى وليس في قدرته الدنيا. تبقى هذه من 15000 حتى 25000 حتى 20000، هذه تكون باللون البرتقالي مثل هذا اللون، لونها برتقالي. تكون كذلك ليست جيدة. هاي هنا كاتبين لك نطاق فرملة المحرك أصفر، يأتي أصفر، وهذا الأخير يكون نتيجة عدد لفات مفرطة يكون أحمر. من الأحسن لا تصل إلى 25000، 25000 في قدرته القصوى. المهم هاني هنا نطاق الاقتصادي هو أخضر، والنطاق تأثير الفرملة المحرك أصفر، لأنه عندما يصل في الأوتوماتيكي عندما يصل إلى 20000 وحده يكون ينقص في دورات المحرك لكي تستطيع تغيير حركة الفيتاس. من 15000 والأسفل تستطيع تغيير الفيتاس، من 15000 والأعلى لا تستطيع تغيير الفيتاس في الأوتوماتيك، حتى في اليدوي لا تستطيع، المهم يكون تحت 15000. النطاق الخطير نتيجة عدد لفات مفرطة، هذه في الأحمر، وهذه مبين الاقتصادي وحماية البيئة. شريط الديود الأخضر الأداء إضاءة الخضراء، معناتها هذا الأخضر عندما يكون مشتعرك في تاع البيئة، محافظ على البيئة وفي نفس الوقت محافظ على المحرك. لا أطيل عليكم، أقرأ لكم هنا. قال في حالة تجاوز عدد لفات المحرك القصوى للمسموح بها تصدر صفارة تحذير وينخفض صوت المحرك، لذلك لا تعتمد على سماع في عملية التعشيق والقيادة إنما على عدد لفات المحرك. معناتها قال لك لو تسمعش رنة الموتور صوت المحرك يجب أن تنظر إلى هنا دائما، كما قلت لكم في رقم واحد، هذه من الأحسن أنك رقم واحد تغير حركات الفيتاس كلها، واحد واثنان ثلاثة أربعة، كل الحركات الفيتاس تغيرها في رقم واحد، ما بين واحد وخمستاعش، ما بين عشرة وخمستاعش تغير. تجنب عدد لفات مفرطة المحرك في النطاق الخطر الأحمر، وإلا فقد تنتج عن ذلك حدوث أضرار المحرك، خاصة إن أطلت في الأحمر هذا. راني هنا دائما أقتصد لكم، يكون ناقل الحركة لمدة تزيد عن 5 ثواني مع الشق في الوضع المحايد. قالك عندما ينخفض مستوى الوقود، هذه تاع الوقود خلينا منها، إن شاء الله استفدتم من هذا الموضوع كذلك. باختصار أعيد لكم، جميع حركات مغيرات السرعة من الأحسن أنك تغيرها. أعطيك مثال، راك ضاغط على دواسة الوقود، عندما تصل إلى 15000 في ذلك الوقت تغير، تضغط على اللمبرياج وتغير، وإن كان يدوي كذلك تغير. إن كان في الأوتوماتيكي، إن كنت فوق ال 15000 تأكد أنك إن أردت أن تغير الحركات لا يتغير لك الفيتاس. لا أطيل عليكم، هذه الصفحات مخصصة كيف تغير الساعات وكيف تضبط الساعة. أنا راني دائم قلت لك مختصر لكم قدر المستطاع، أنا راني قرأت كل هذا تقريبا، الكتاب تقريبا قرأته كله. هذه مجموعة روموز، سوف كذلك أجعل لكم الفيديو.
إن شاء الله للاستفادة فقط، لاستفادة كثير من الخاصيات والبرامج توجد في هذه الشاحنة. إن شاء الله سيجعل لكم الفيديو، والسلام عليكم ورحمة الله.